تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير قطر أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وحكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.